نعود مجددا لنكمل فقراتنا الندية برفقتكم مشاهدينا اللي بتابعونا الآن داخل وخارج السودان، موجز العاشرة مع الزميلة أمل معاذ. أهلا بك، صباح الخير حمزة. صباح النور عليك، صباح النور على كل اللي بيتابعوا شاشة أشروق. إطلالة مشرقة وندية يا أمل، بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله، أهلا بك. تفضلي. مرحبا بكم متابعينا وإلى موجز الأخبار. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاين ماير بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألمانية، متمنيا لجمهورية ألمانيا المزيد من التقدم والازدهار حكومة وشعبا. وأكد البرهان حرص السودان على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز روابط الصداقة وإرساء أسس التعاون الثنائي المثمر بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين. أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو انطلاقة المبادرة السودانية للتغذية المدرسية والتي تنظمها مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر تحت شعار التغذية المدرسية من أجل تعليم مستدام. وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة التزامه بتكاليف إعاشة 1000 طالب وطالبة من أبناء الفقراء الذين أحرزوا نسبة 85% فما فوق في امتحانات الشهادة السودانية، داعيا للشروع في مشروع وطني يشارك فيه الجميع من أجل ضمان مستقبل أفضل لأبناء السودان. كشفت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأزرق عن تحديات تواجه العام الدراسي الجديد خاصة في حاضرة الإقليم مدينة الدمازين، وذلك جراء السيول والأمطار التي ضربت الولاية مؤخراً. وأشارت إشراق أحمد خميس للأضرار التي لحقت بإجلاس الطلاب في أكثر من 10 مدارس ما أدى لتعليق الدراسة بالدمازين لمدة 2 أسبوع. وأوضحت لدى اجتماعها بعدد من منظمات العون الإنساني الاحتياجات الضرورية لاستئناف الدراسة. افتتح مدير شرطة الشمالية اللواء شرطة حقوقي إسماعيل الصادق بدونغولا معرض المستلزمات المدرسية لمنسوبي قوات الشرطة والمعاشيين، والذي يحتوي على عدد كبير من المستلزمات المدرسية المهمة لكل المراحل بسعر مخفض. وكشف مدير شرطة الولاية عن مساعيهم الجادة لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التي تسهم في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلي منسوبي الشرطة. اختتمت بولاية القضارف فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، والذي استضافت فعالياته الولاية بمشاركة واسعة من الولايات واتحادات أصحاب الفنادق ووكالات السفر والسياحة. ووجه وزير الثقافة والإعلام الاتحادي جراهام عبد القادر باعتماد مجمع سدي علي نهر عطبر وستيت مقصدا سياحيا، داعيا إلى الاهتمام بالجواذب السياحية والاستفادة من السياحة كرافد من روافد الدخل القومي. أعلن نائب والي غرب دارفور التيجاني الطاهر كرشوم عن خطط الولاية الرامية لدعم النشاط الرياضي باعتباره أحد ممسكات الاستقرار الاجتماعي، مشيرا لاستعداد الولاية لدعم منتخب مدرسة الجيل الجنينة مشارك في البطولة الأفريقية للدورة المدرسية بتنزانيا ممثلاً للسودان. هذا وإلى جانب دعم فريقي النيل والمريخ الجنينة المشاركين في الدور المؤهل للممتاز وفريق الأمل المشارك في دور السودان. انتهى الموجز، في أمان الله وعودة إلى الزميل حمزة. اهلا بك امل معاذ من جديد. قبل ما نختم معك يا امل، مشاهدينا اللي بتابعونا الان، قبل ما نمشي لموجز الاخبار كان في فقره حواريه بخصوص الوجبه المدرسيه والتغذيه عموما من وزاره الضمان ومفوضيه، يعني فلو تكلمنا في نقطه مهمه، في بيت شعر بيقول النمل تبني قراها في تماسكها والنحل تجني رحيق شهد اعوانها. امل، برايك قدر كيف العمل الجماعي مهم في التوقيت اللي احنا نعيشه الان، يعني في ظروفنا الصعبه اللي بنعيشها كل يوم؟
طبعا يا حمزة، واحدة من الحاجات المهمة شديدة اللي عندنا في السودان نفير، ونفير هو موجود في كل مكان، في كل حي، في كل قرية، في كل بيت سوداني. بتلقى انه النفير والتكاتف هو اللي بيخلينا دائما متوحدين، اللي بيخلي دائما العيشة هينة وسهلة ويسيرة نوعا ما. لذلك المدارس برضو على الأبواب، وكثير من التفاصيل اللي نحن بتطلبها مننا المدارس، لذلك كان هذا التكاتف. نتمناه إن شاء الله عام دراسي مميز لكل الطلبة. شكرا حمزة، كتر خيرك يا أمل.